السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شكرا كلام طيب اللي تخليوني دايما فيديوهات، شكرا كثيرا كثيرا. مع الصباح اذا فبدا الروتين اليومي المتعب شويه، وشكرا للمشاهده، فرجه ممتعه. بعض المرات حتى نكمل الشغل عاد باش نفطر، والقهوة تعجبني بزاف بزاف، ما شاء الله تبارك الله. ومن بعد كنديروا العجين ونديروا في الفران بعض المرات، وهذا الخبز فيه نسمة تاع الحطب ما شاء الله تبارك الله. وكما تعرفوا ديما راحنا نفكروا شنو غادي ندير الغداء، شنو غادي ندير الغداء. ايوا هذيك هي، بعض المرات ندير الخضروات ولا العدس ولا اللي بغى اللي كان، ولا الطنجره مع اللحم ولا الدجاج، وتبارك الله غير ربي يعطينا الصحه نديروا الشغل ديالنا. هذيك هي الصحه، على حسب الصحه صعيبه بزاف شويه عليا. وشكرا للمشاهده، سلام.